السلام عليكم. انا الحاله ديالي والمشكل اللي عندي هو الابن ديالي مريض ملي كانت عنده شهرين ومرض ليا شفتو. المهم طاح، كان عادي، تزاد عادي، ما عنده حتى شي مشكل. طاح ليا فشديتو السويسي في الليل، تخلعت ديتو السويسي، دوزو ليه، داروا ليه تحاليل، سكانير، تحليله ديال الظهر، الشبكه ديال الراس درتها بزاف ديال المرات، يعني هادشي كله كيتعاود. وقالوا لي عنده بيليبسي، ولكن كلشي كيخرج ليه مزيان، التحاليل كامله اي حاجه داروها ليه كتخرج ليه مزيانه. ملي سولت شنو هو المشكل، كيفاش، علاش كيخرجوا ليه مزيانين ومازال كيطيح، كيقولوا لي بانه راه ربما ان داك الصرع ولا بيليبسي ما كيبانش في التحاليل، ما كيبانش في شبكه الراس، كيكون في حال الضوء ولا في شكل البرق، ما كيبانش مزيان. ولكن اللي بغيت نفهم هو علاش ان نعسوا مع وليدات وكيبراو وبراو، ولكن كانوا كيشربوا غير سير واحد اللي سميتو ديباكين، كيشربوا ديباكين وكيبراو، ولكن هو عطاوه ديباكين، عطاوه واحد الكينه سميتها غاردينال، اربع د الحبات ونص، ما دارت لي حتى شي حاجه. عطاوه كينه واحده اخرى سميتها اغبانيل اللي مجهده عليه بالنسبه للسن ديالو، ومكتوبه فيها للبالغين، والو، يعني ما عطات حتى شي نتيجه. ثلاثه بهم كيشربون في دقه، يعني ماشي يعطيو وحده ويقطعوا لي وحده، كيشربون بدقه وحده، وهو السن ديالو شهرين. بقيت هكاك دائما كان كيطيح، كان ديه نعس بيه، دائما كان نعس بيه، نقدر نخرج اليوم نعس سيمانه، نخرج اليوم الغد لي عاوتاني مرض لي، نعاود نرجعو، والو، ما عطات حتى شي نتيجه. ولحد الان يعني الوقيته اللي انا دابا كبر ووصل دابا لسن 5 سنين، بغيتو يهضر ويتمشى وبزاف الحوايج، ما هضرش، ما تمشاش، ما كيجلسش، دابا ما كيجلسش حتى بالنسبه ل... ما عرفتش واش كيعرفني ولا ما كيعرفش، واش عنده شلل دماغي، ما عرفتش شنو المشكل بالضبط اللي عنده. يعني حتى الطبيبه انا حسيت بها، يعني استاذه ديال الاطباء في السويسي، حسيت بها على انها بحال ما كرهاش تقول لي يعني صافي شوفي ديري لي شي حاجه اخرى، ولكن ما ديه شي بلاصه اخرى، وقالتها لي، ولكن ما يعني ما تقدرش تقولها لك نيشان، انا حاسه بها، يعني ما جهده دارته معاه كاملين، شافوا كاع الاساتذه كاملين اللي في هذا، كتجي شي لجنه كطلعوا لهم كيقولوا ليها العجب بيزار، علاش هذا الولد، قالت شي كامل درتيه معاه وما عطات حتى شي نتيجه. وكنشوف انا لحد الان يعني اللي بغيتو انني تمنيت فيه انه يقرا ويكون بحالو بحال صحابو، كنشوف فيه انه ضايع وضاع ومازال كيضيع. الحمد لله، انا كنحمد الله ونشكره بزاف، ولكن ما كيف بحال اي ام كتمنى شي حاجه في ولادها، وهو اللي عندي مازال ما كيتمشى، ما كيجلس، ما كيهضر، ما كيعرفنيش، ما تمنيت يقول لي ماما، ما كاين حتى شي حاجه. وتا بالنسبه للحاله الوضعيه ديالي اللي يعني بالنسبه لي ما عنديش، ولدي وتا الزوج ديالي تا هو الخدمه ديالو على قد الحال، ما كت يعني داك المصروف ديالو ما كيكفيش، واش غيكفيك المصروف ديال مصروف الدار او لا باش غادي تجري به هو في شي بلاصه واحده اخرى. كنت كندير، طلبوا لي ندير ليه الترويض، مشيت بغيت كندير ليه الترويض ب 100 درهم الحصه عند واحد السيده، غير نقصت ليا في واحد والو، ما يعني حيتاش كيمرض بزاف ما بانتش فيه النتيجه، هي كتبان ولكن غير كيمرض، كيطيح صافي، بحال كنخوي الماء في الرمله، فلوسي كيمشي غير هكاك. دابا كان يعني كنتمنى شي حد اللي زعما اللي يوقف معايا، وكانت
زعما ما لقيتش شي جمعيه ولا شي حد اللي يوقف معايا على الاقل، واخا تستافد من الترويض تستافد من شي حاجه. انا لحد الان ما استفدت من حتى شي حاجه نهائيا. يعني كنشوف ولدي انا غير ناعس في الدار، فما كيدير ما ضايع وصافي، ما عرفش كنقول انا الا كبر كيفاش غادي ندير معاه، ما عرفش.